Shema Munir. Today, let's start with Connect 2, Unit 1, My Family. النهاردة معادنا عملها Connect 2 الخاص بالصف الثاني الابتدائي. الدرس الأول My Family عائلتي. Let's start with the new words. لما اليونت بتقول My Family احنا هنا نتعرف مع بعض على الفاميلي ممبرز أفراد العائلة. معايا Mother, Mother الأم, Mother. Okay. كمان معايا Father, Father الأب, Father. Okay. كمان معايا Grandma, Grandma الجدة, Grandma. Grandpa الجد, Grandpa, Grandpa. Okay. Sister, Sister. Very good. يعني الأخت, Sister. Brother, Brother الأخ, Brother, Brother. Okay. Aunt, Aunt هي العمة أو الخالة. Aunt. Uncle, Uncle برضه يا أولاد اللي هو بيتقال للعم أو الخال. Uncle, Uncle. Okay. كمان معايا cousin, cousin دي بتتقال لابن العم أو بنت الخالة. Cousin يعني بتتقال للboy أو الgirl, يا إما ابن العم أو ابن الخالة أو بنت العم أو بنت الخالة. Cousin. Okay. Skirt, skirt, skirt. طب احنا عارفين skirt زي ما احنا بينا الصورة جيبة. Skirt, skirt. Okay. كمان معايا friends, friends أصدقاء. Friends. ما اسمهاش friends. أنا بسمع كتير قوي أطفال بيقولوا friends. No, friends, friends. مفيش E قبل الأس عشان كده أنا بنطقها friends, friends. Okay. Meet, meet يعني يقابل, يقابل حد. Meet, meet. Okay. Introduce, introduce يعني بيقدم حد لحد. Okay. Introduce, introduce, introduce. Wear, wear يرتدي, يرتدي ملابسه. Wear, wear, wear. Okay. Good morning, good morning. صباح الخير. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. ودي مساء الخير بتتقال دايما حوالي الساعة 12 الظهر. Good afternoon, good afternoon. Okay. كمان معايا good evening, good evening. دي بتتقال بقى لما خلاص الشمس goes down, بتمشي خلاص. هنا بقول عليها good evening. Okay. طب لما بنام بقول ايه يا ولاد؟ بقول good night. تصبحوا على خير. Good night, good night. Neighbors, neighbors الجيران اللي ساكنين جنبينا او معانا في نفس البيلدينج. Neighbors, neighbors. Okay. دي كانت النيو words كلها اللي معايا النهاردة. معانا بقى هنا يا ولاد الجرامر, نتكلم عن this وthese, this وthese. Okay. Okay, let's start. هنعرف مع بعض الفرق ما بين الاتنين, بس الاول محتاجين نعرف اتنين بستخدمهم لإيه. اولا عندي this وthese, انا بستخدمهم اما بتكلم عن اشخاص او اشياء قريبة مني. This بستخدمها للدلالة عن المفرد القريب مني. اوكي. لكن these عن الجمع القريب مني. يبقى we use them to talk about people and things that are near to us, قريبين مننا احنا. بس this للمفرد, these للجمع. This بتاخد s, يبقى these بتاخد r. هنشوف مع بعض ازاي. Okay, for example, لما اقول this is a table, this is a table. الترابيزة عندي قريبة مني عشان كده استخدمت this is, وكمان هي مفرد مش اكتر من ترابيزة. لا, دي ترابيزة واحدة. This is a table.
Okay, we have another example. These are books. These are books. Okay, إحنا عرفنا this للمفرد, these للجمع. نيجي مع بعض بقى للفونكس. هنا عندي the sound of ch. ch بنطقها ازاي يا ولاد؟ ch 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 زي chips. Chips. Chips هي بطاطس الشيبسي. Chips. Ch ch chips. Okay. كمان معايا children. Children أطفال. Children. ناخد بالنا ان انا عندي كلمات ذات مقطع صوتي واحد بسميها one syllable زي كلمة page شاطئ بنضها على بعضها على طول ما بقسمهاش page 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 لكن انا عندي كلمات two syllables بمقطعين اتنين two syllables زي عندي check and شايفين حتى متقسمها كساوند check and chicken check and دي هتسهلنا كمان لو ولادنا بتعبونا شوية في الديكتيشن ده كان الشرح مبسط النهاردة لUnit 1 Connect 2 كان معاكم الشيماء منير Thanks for watching and see you soon Bye